الزول اي ما استمع معكم حبيبتكم ديا اللي تحبكم قد الدنيا. يا ربي يا ربي يعطيني الطاقه والقوه اني نكمل هذا الفيديو على خير. المهم شوفوا حبايبي، اليوم نهار ثلاثة وانا وعدكم انه كل ثلاثاء في هذه القناه راح ندير معكم فيديوهات فكر بصوت عالي. واش نديروا في فيديوهات فكر بصوت عالي؟ شوفوا في السوشيال ميديا كل مره يخرج لنا موضوع يدير البؤس، كل مره يخرج لنا موضوع يعني ممكن يكون تافه ممكن يكون مهم لكن يدير البوز وتلقى كاع الناس يهضروا عليه برا وفي كل مكان وفي كل وقت. اما انا واش ندير؟ انا نجي في هذه القناه اللي هي قناه دهي بيوتي، نجي نعطيكم انا الراي تاعي في هذا الموضوع ونجي ندي الراي تاعكم في هذا الموضوع تحت في التعليقات. بصح شرط حنايا رانا جايين هنا ماشي باش نقولوا نابورت كوا، وما رانا جايين غير باش نديروا فيديو ولا باش نطلعوا مشاهدات، حنا رانا جايين باش نرفعوا نسبة الوعي. راني جاية في هاد الفيديوهات باش نعطي الشجاعة للناس الواعية انها تقدر تعطي الرأي تاعها بلا حتى واحد ما يهاجمها ولا بلا حتى واحد ما يسبها. في التعليقات حنا ما جوش باش البنات يعايروا الرجال، وما ناش جايين باش الرجال يعايروا نتا، ما راناش جايين باه نكتبوا تعليقات مليئة بالكراهية، ما راناش جايين باه واحد يسب واحد، وانما جايين واش نديرو؟ نعالجوا الموضوع سواء يعني كل مره واش يكون الموضوع بموضوعيه وحياديه. عبالي بلي نص اللي راهم يشوفوا فيا دركا ما عبالهمش معناها موضوعيه ولا حياديه، بصح ماهيش مشكله تبعني في هذا الفيديو وراح ان شاء الله بربي تستفادوا بزاف صوالح. المهم كما قلت لكم كل ثلاثه راح ندير لكم فكر بصوت عالي. اما البنات حباباتي اللي دائما ما قالشتهم البنوتات تاعي، شوفوا كل سبت كل يوم السبت واش ندير لكم؟ ندير لكم فيديوهات تتعلق بالجمال لا بوتي، ندير لكم مكياج، تعليم المكياج، اساسيات المكياج، ندير لكم خلطات وصفات كامل الصوالح اللي تحتاجوها في الجمال. اوكي دركا خلونا ندخلوا في الموضوع تاعنا. ايه وقبل ما ندخلوا في الموضوع تاعنا ما تنساش دير لايك لهذا الفيديو والاشتراك تحت في القناه، هكا باش تشجعني اني نجي نشجعكم باش تعطوا الراي تاعكم في المواضيع اللي راهي دور في المجتمع تاعنا. الموضوع تاع اليوم هو انه المراه بلاصه تاعها في الكوزينه، والمراه اللي مش بلاصه تاعها في الكوزينه فهي عاهره. شوفوا قبل ما نبدا نحكي على هذا الموضوع ونعطي الراي تاعي فيه، ومن بعد كي نخلي لكم تحت تكتبوا تعليق كتب لي الراي تاعك فيه بشرط انه يكون حيادي وموضوعي وما يكونش سب النساء ونساء ممنوع سب الرجال وممنوع نقعدوا نديروا هذاك الشكيل. المهم شوفوا المرأة بلاصة تاعها في الكوزينة ولما كنتيش في الكوزينة انت عاهرة. شوفوا خليني نحكي لكم على زوج صوالح، غادي نحكي لكم على وحدة على انسانة بلاصة تاعها كانت في الكوزينة، ونحكي لكم على انسانة واحدة اخرى بلاصة تاعها ما كانش ابدا في الكوزينة، ونسمعوا لي صوالح حتى للافا ومن بعد كي نقولوا لي الراي تاعكم فيها. شوفوا كي يقول لك الكوزينة البنات حسوا بالاهانة، علاش مانيش عارفه على حسب الاهانه حتى انا نحسب شغل بصح في لافان. شوفوا ناس بكري ناس تاع بكري ما كانوش يقولوا كوزينه، كانوا يقولوا مراه تاع دار. دركا في الوقت اللي رانا فيه رجعوها مراه تاع كوزينه. بكري في امهاتنا كان يقول لك هذيك مراه تاع دار، ومراه تاع دار هذيك كانت حاجه شابه بزاف، يعني شكون اللي سوا مراه تاع دار يضربوا عليها القلال. فاهمين كيفاش؟ اما انا غادي نبدا نحكي لكم على الام تاعي اللي نحبها بزاف، ويا ربي يحمي الام تاعي ويا ربي يحمي كامل الامهات تاعكم. انا الام تاعي مسكينه انسانه بسيطه، وهذا الانسان البسيط عبالي بلي اكثر الامهات يعني كامل امهاتكم كامل الام تاعي. انسانه بسيطه وهي انسانه مراه تاع دار. شوفوا الام تاعي مسكينه لما تقدم يعني حاجه للعائله تاعها، شوفوا العائله تاعها هي رقم واحد، لما تهتم بيا انا تهتم بالاب تاعي، لما تنقي الدار تاعها ويجوا عندها ضيوف يقعدوا يشكروا فيها الدنيا وما فيها. فاهمين كيفاش؟ هاد الانسانه اكبر سعاده تاعها واكبر يعني اكبر حاجه عندها في حياتها انه الراجل تاعها يكون سعيد وفرحان وفخور بها، وانه بنتها تكون يعني بنت متربيه وخلوقه وما تجيبلهاش مشاكل وتقرا غايه. فاهمين كيفاش؟ وهاد الامهات اللي هما نساء تاع الدار هادو رغم انهم يعني يمكن ملي ما كاين ما تكونش قاريه واصله حتى لتم في القرايه ولا تكون مع بانيش يعني واش هي الوضعيه تاعها، هاد المراه تاع الدار قدرت انها تربي وتخرج دكاتره، تخرج اطارات في الدوله، تخرج معلمين اللي ربوا اجيال، تخرج يعني اجيال اللي يعني خرجت ناس كراد، خرجت حاجه كبيره هاد الام تاع الدار.
فانا يعني لو واحد لما يقول لك انت مرا تاع كوزينه ولا يقول لك مرا تاع دار، هذه ماهيش اهانه، لانه المرا تاع الدار راهي هي اللي سمعتني انا وصنعت هذاك الانسان وصنعت يعني ام بحالها. بصح خليني نعطيكم حاجه، انا الام تاعي لما ربيتني ربيتني انه القرايه تاعي هي رقم واحد، واني لازم اكون انسانه قويه، واني انا كانسانه ما لازمش عليا نضعف ولا نحتاج لاي واحد. علاش؟ لما تحتاج لاي واحد فانت تحت الرحمه تاعه، بغينا ولا كرهنا. اوكي، شوفوا انايا يعبالكم بلي انا مرا متزوجه، وبعدكم بلي انا عندي شركه تاعي، صح؟ اوكي، راني نحكي لكم على نفسي، مش راني نقول لكم في روحي شوفوني انا شنو نعرف، وشوفوني انا شبت حياتي، وشوفوني انا تعرفوني غايه الغايه بلي انا ماشي تحت النوع، مانيش جايه ندير لافرين هنايا ولا جايه ندقعر، وانما لي علاش درت لكم هكا، عطيتكم مثال على امي الغاليه اللي هي امراه تاع الدار ونفتخر بها ونحبها ونموت عليها. شنو نقول لكم؟ شكون اللي ما يبغيش الام تاعها؟ شكون اللي ما يبغيش الناس اللي كيما الام هذه تاعنا؟ ربي يحفظهم لنا ان شاء الله. بس حبيت نعطيكم مثال على الجيل الجديد، لانه ما الجيل اللي قبلي وانا الجيل اللي بعدها، يعني باش نفهمكم انه لكل مقال مقال، لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. ماشي وكما قال لك اطفالنا ولدوا لجيل غير جيلنا، يعني ولادنا الجيل تاعهم ما راحش الجيل تاعنا، ما قاعدوش فيهم يعيشوا الحياه اللي احنا عايشينها. فاهمين كيفاش الدنيا تمشي تطور؟ حنايا دركا في المجتمع اللي راني فيه قاعد غير عسل المراه شراه دايره، عسل الراجل شراه داير، هذا شراه لابس، هذا شاقل، هذا شاكله، هذا شيخدم، تعطي غير عسل في بعضنا كيما قال 20 مليون عسل 20 مليون، انا على حسب شوف راني نشوف 49 مثلا 39 مليون عسل مليون، ولا بالك عسل غير زوج ولا ثلاثة بنيان. المهم كاين شي أمم دركا راهي في الوقت اللي انا راني نناقش فيكم هذا الموضوع تاع المرأة، راني نحاول نرفع مستوى الوعي ونعطيكم الرأي تاعي بكل موضوعية وبحب كبير، نعطيكم بحب كبير، لأن الحاجة اللي تخرج من القلب وتخرج من مكان مملوء بالمحبة أكيد راح توصل، لأنها حاجة نقية وطاهرة. المهم في هذا الوقت اللي نحكي فيكم على الموضوع تاع المرأة، اسكو المرأة اللي في الكوزينة هي المليحة ولا المرأة الخدامة هي العاهرة ولا مشي عاهرة؟ اسكو هذه مليحة ولا هذه مشي مليحة؟ اسكو المرأة الخدامة اسكو هذه مليحة؟ ومانيش عارفة بلي كنت تلفت في الهضرة، ما كنت الموضوع تافه صراحة. كاين ناس دوكا راهي تخمم كيفاش تحتل كواكب أخرين باش تعيش فيهم ويخرجوا من كوكب الأرض، كاين أمم وشعوب راهي تخمم كيفاش تروح لأماكن أخرى تلقى فيها أدوية يعالجوا بها أمراض مزمنة، كاين عباد راهم يخمو في صوالح تبرادي تبرادي تبرادي. شنو نقول لكم؟ عبالكم كي نقعد نقرا في البحوث التوهم نحس باللي ماشي بيناتنا مسافه، هما في المستقبل وحنا رانا في عهد الديناصورات. والله عيب 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 نقعدوا في يعني في الوقت اللي هذوك الناس قاعدين يخمو في هذوك الامور كيفاش يهربوا منا من هذه الدنيا، كرهوا من جدنا. حنا رانا قاعدين نخمو شكون برانا اللي حرج كل شيء بيها. والله لا عيب عيب، سواء ان شاء الله بربي كامل الناس اللي راهم متزوجين يعني يعيشوا حياه زوجيه سعيده. بصح شهوه للمراه كمراه لازم عليها تسلح نفسها بالعلم، لازم تسلح نفسها بالعمل، لانه اذا صرا بعد الشر بلا بروبليم ما بين بينك وبين الزوجه تاعك وطلقتو وانتي كنتي لا خدامه لا قاريه، راح تغبني بزاف في المجتمع تاعنا، حدك راح تضرب الجفافه عينيه، سمعتيني؟ حدك راح تتقرصني. فاهم المجتمع تاعنا ما يرحمش الله غالب، هذا هو الواقع، ماني جابتها من عندي، حلي عينيك وشوفي الدنيا كي راهي دايره. خلوني نقول لكم حاجه واحده اخرى اللي انا تربيت عليها واللي نشوف فيها في المجتمع تاعنا. اذا كنت امراه عندك شركه تاعك، شوفوا نحكوا على نفسي انايا انسانه راني درت الشركه تاعي ودرت ماركه باسمي وراني انسانه ناجحه في حياتي الحمد لله. بصح هذا اذا كنت انا انسانه عندي خدمة وناجحة في حياتي وعندي بزاف، يعني حد يومين هذا عندي 50 بنت من كامل الولايات مخدمتهم معايا، فاهمين كيفاش؟ هذا لا يعني انه انا ما نعرفش نطيب، باي اكزومبل نعرف ندير، نعرف كاع انواع الطيب، نعرف ندير الشكشوكة، نعرف ندير الشخشوخة، نعرف الكسكس، نعرف الحديرة، نعرف الحاجة، نعرف كل شيء. ماما ربيتني باش نكون امرأة تاع الدار كيما ربيتني اني نكون امرأة قوية. على بيها لما تحب تحكم على انسانة ياك، الانسان ماهوش بالمظاهر، على بيها المره الجايه قبل ما تقول كلمه عاهره، العهر تاع بصح هو العهر تاع الفكر. علاش؟ لانه انا شخصيا راني نحكي على نفسي بزاف بنات شفتهم
ما يخرجوش من الدار. بصح يا ويلي يا ويلي يا ويلي شنو نحكي لك، الزباير اللي دايرينهم، وبزاف بنات اخرين شفتهم خدامات وراجلها مخلياته اسعد رجل في العالم، والابناء تاعها من اكثر الناس متفوقين وقاريين ومتربين والحمد لله. فاهمين كيفاش؟ ما تخلي حتى واحد يتبع عليك، صح؟ الا انت كنتي حابه تكوني مرا تاع دار نقول لك برافو، حاجه مليحه انك تكوني مرا تاع دار وتهتمي بالزوج تاعك وتهتمي بالاطفال تاعك. بس حتى هنيك اذا كنتي حابه تكوني امراه قويه وما تخلي حتى واحد يقربك في هذه الدنيا، وما تخلي حتى واحد وما تحتاجي حتى واحد في هذه الدنيا، فتاني نقول لك برافو وانا نشجعك عليها، نشجعك انك تكوني مرأة عندك توازن ما بين العائله وما بين العمل. يعني ماشي تضبي في العمل وتفرطي في العائله، هذا خطا، ومشي يعني لا تضبي في العائله وفرطي في العمل حتى واحد ما يلومك. ماشي تضبي في العمل وتفرطي في العائله، هذا خطا، وانما لازم العائله دائما تكون مرأة، العائله دائما تكون رقم واحد في حياتنا. فهذه هي نظرتي. شوفي عمر ما تخلي واحد يكذب عليك ويقول لك بلي الخدامات يحكي ما داروا عاهرات، هذا غلط، هذه مغالطة، عيب عيب، اصلا عيب تقول هذه الكلمة. لما نسمع واحد يقول هذه الكلمة نعرف هذا الانسان جاهل. كاين بزاف بنات راهم دايرين شركات ودايرين مؤسسات وراهم يرفعوا اقتصاد البلد وراهم يديروا اللي عليهم الليل مع النهار باش يرفعوا الدرابو تاعهم. كيفاش نتايا جاي ما عباليش اصلا الانسان اللي يقول هذه الهضره نيفو تاع زيرو نيفو با، فاهمين كيفاش؟ شكون نقول لكم حاجه اخرى، قررت فوق حاجه اخرى حبيت نقولها لكم. شوفي ومشي كاع المراه تاع دار معناها الى بنت تاع دار معناها هي انسانه مليحه، يا ما تعقلوا اكرام اكرام نقعد نفكركم اكرام. المهم ما توصلونيش نفكركم اكرام وامثالها. المهم الانسان باش تحكم عليه الا كان انسان مليح ولا مش مليح، حاجه الاولى انت اصلا ما عندكش الدروه تحكم على هذا الانسان اذا كان مليح ولا مش مليح، لانه خالقنا ربي وحده اللي هو عنده الحق يحكم علينا. باسكو لما كتقول عليه مليح ولا ماشي مليح، ماشي انت اللي غادي تدخلها الجنه وماشي انت اللي غادي تدخلها النار. وزيد بزياده هذاك الانسان مليح ولا ماشي مليح انت ماكش عايش معاه، فاهمين كيفاش؟ اش دخلك في جده اصلا مليح ولا ماشي، اش دخلك انت، اش دخلك لها في حياتك، دير حياته لها فيها، فاهمين كيفاش؟ على بها حبيت نفهمكم في هذا الفيديو انه ما تخلي حتى واحد يضحك عليك ويفهمك انه الا كنت امراه تاع دار بلي كاع نساء تاع الدار هما يعني كاع المراه اللي قاعده في الدار هي امراه شريفه وعفيفه، مع ان احتراماتي لكامل نساء تاع الدار، انا امي امراه تاع الدار وفخوره بامي، والامهات تاع الديار ولا النساء تاع الكوزينه راهم ربوا اجيال واطارات، راهم شنو نقول لكم عليهم، يعني نعيا ما نحكي فيهم ونعيا نشكر فيهم من الغدوه وما راحش نكمل الشكر فيهم. وعمر ما تخلي واحد يكذب عليك ويقول لك انه المراه الخدامه ولا المراه اللي عندها شخصية وعندها شركة فهي امرأة عاهرة، بالعكس هذا غلط. تعرفوا اللي يقول لك كيما هكا، انا نحس بلي هذا الانسان غاير لنسا، نحس بلي هذا الانسان غاير باسكو هذيك المرأة قدرت انها تدير شخصية لنفسها وهو ما قدرش يوصل للي هي وصلت له. هذه حاجة. شوفوا من هذا الموضوع راني كملت رايي فيه، بقات لي حاجة صغيرة برك حبيت نعلق عليها. شوفوا انا هذه القناة ما نحكيش على الدين، صح؟ لانه كيما راكم تشوفوا انا ماني دايره هذا حجاب لا جلباب، مانيش الانسان المناسب اللي يحكي لكم على الدين، وما نبغيش نلعبها، فاهمين كيفاش؟ ما بغيش نلعبها لالا مريم، فاهمين كيفاش؟ كل انسان يعرف، يقول لك رحم الله انسانا عرف قدر نفسه. بصح عندي حاجه نعلق عليها واللي غاضتني بزاف. شوفوا المسلم كمسلم لازم عليه يعرف الدين تاعه، صحيح؟ شوفوا هذا اللي راه يقول لك باللي المعلومه الاخيره اللي يقول لك باللي الله هو رسوله قالوا باللي المراه بلاصه تاعها في الكوزينه. شوفوا راني باغي نعطيكم مهمه ديروها من عندي، وهي كالتالي: هل خدمه يعني كي يقولوا لها يا ربي ربي، هل خدمه يعني البيت هكا واجب وفرض على المراه؟ خلوني نشوك لكم يعني نفاجئكم بمعلومه اللي بزاف ناس ما يعرفوهاش، واللي هي انه عباك باللي الراجل في الشرع تاع الاسلام في الشرع تاع الدين تاعنا ما عندهش الحق انه يطلق مرته الا قالت له انا مانيش باغي نطيب وانا مانيش باغي نسيق. المراه عندها لو دروا في الاسلام انها ترفض انها تطيب ولا ترفض انها تخدم البيت تاعها. بصح شهوالا يقول لك ما عدا اذا كان الزوج تاعك فقير، ما عاد اي كان الزوج تاعك فقير ومش قادر يدير لك خدامه ولا مش قادر، فتماك تبرعا منك واجب منك انك بما انكم تزوجتوا هذه الحياه فيها الحلو والمرت تقاسموهم مع بعض، فانت يا انك قادره انك يعني كيش يقولوا تعاوني فهم الدنيا، لازم تعاوني فهم الدنيا.
شوفوا روحوا حوسوا عليها وصدقوني راح يعني راح تنخلعوا. ما تخليش اي انسان يستغلك باسم الدين يجي يقول لك الرسول قال كذا. وين شفتها؟ وين وين قالها؟ وين وين وين؟ اعطيني حديث معين قال فيه، اعطوني اللي قال لك القران ديالك، اعطيني ايه معينه معينه قال فيها. والله شوفوا عيب عيب كبير انه يجي وحده كيما انا باريكزومبل تهضر على الدين سورتو في نقطه كيما هذه اللي نورمالمون كاع الناس عارفينها. الحاجه اللي خلعتني انه حتى التعليقات اللي قريتهم واحد 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 ما علق على هذه الكلمه، واحد ما قال لهم هذا الموضوع. حوسوا عليها في الانترنت وراح تنخلعوا من هذه الحاجه. المهم شوفوا خاطري انا من ناحيه تاعي راني صفيت ضميري وراني جيت نقول لكم الحاجه اللي حبيت نقولها لكم، واللي هي ما تخلي حتى واحد يلعبك بعقلك، ما تخلي حتى واحد يوجه لك الفكر تاعك، ما تخلي حتى واحد يقول لك هذا مليح وهذا مش مليح. اذا درتي الحاجه الفلانيه انت مليحه، واذا درتي الحاجه الفلانيه انت مش مليحه. الانسان تا واحد ما عنده الحق انه يجول، تا واحد ما عنده الحق ان يحكم على شخص معين الا مليح ولا مش مليح، صح؟ ربي وحده هو اللي عنده الحق انه يحكم علينا. زياده على ذلك يا ما شفنا يا ما شفنا ناس كنا غالطين فيهم، كنا نقولوا هادو ما فيهمش الخير بصح في الله فخلعونا بالمواقف تاعهم في الحياه، ويا ما شفنا ناس كنا نقولوا هادو من اهل الجنه ويا ما داروا صوالح اللي شوكاتنا. فهمي كيفاش على بيها؟ اذا حبيت تعرف انسان على حقيقته، يعني اذا تايرك حد تتزوج وحده وراك باغي تعرف هاد يعني شوفها من اخلاقها، شوفها من المواقف تاعها، شوفها من تصرفاتها، من اختياراتها في حياتها، من بزاف صوالح اخرى. الا حبيت ندير لك فيديو على كيفاش تخير البنت المناسبه ليك ندير لكم فيديو، ما كاش مشكله، خلوا لي تحت في التعليقات. لكن الحاجه الوحيده اللي حبيت نقولها لكم، ما تخلي حتى واحد يلعب لك بعقلك، ما تخلي حتى واحد يجي يامرك ولا يقول لك كيفاش تفكر. صنع لنفسك حياه، صنع لنفسك اطار تفكير. شوفوا ما كاش انسان كامل، كاع رانا نخدموا على روحنا، فهمي كيفاش؟ كاع رانا نتعلم كل يوم، رانا نتعلموا حاجه والحمد لله. صافي بليزير الانسان يقدر يتعلم حاجه، هذه هي اللي تفرق مع الحيوانات. الفرق ما بين الانسان والحيوان انه الانسان واعي، الانسان يعرف يصنع الطريق تاعه، يعرف يفرق ما بين الحق والباطل. الانسان يغلط ويحترف بالغلطه تاعه، ماهوش عيب الانسان. انا يا ما غلطت في حياتي يا حي عليا بالاحسان. بصح الحيوان لا، مسكين الحيوان كيما شغل الحيوان اللي يجي سوقه قال امشي من دير من يبروغرامي كما يحب، يبرمجه كما يحب. المهم ما نطولش عليكم الهضره، ما نطولش عليكم الهضره، ديجا 17 دقيقه. فوالا هذا هو الراي تاعي، اكتبوا لي تحت واش هو الراي تاعكم فيها، وشمل لهم المغالطات اللي شفتوهم في هذه الظاهره. انه الا ما كانش المراه بلاصه تاعها الكوزينه فهي عاهره، وكوزينه معناها ناس بكري كانوا يقولوا لها المراه تاع الدار. وتحيه لكامل النساء تاع الدار اللي راهم يشوفوا فيا، وتحيه لكامل النساء العاملات اللي تاني راهم يشوفوا فيا. نحبكم بزاف ومتاع لكم، تحت كتبوا لي التعليقات تاعكم. وما تنساش دير لايك لهذا الفيديو والاشتراك في القناه باش تشجعني اني نشجع الناس الواعيه تعطي الراي تاعها في هذه المواضيع. وحاجه واحده اخرى للبنات حبيباتي الزوينات تاعي، نهار السبت ندير لكم مكياج وكل ما يخص بالجمال، اما نهار الثلاثاء ندير لكم فيديوهات فكره بسيطه. يعني قولوا لي المره الجايه واش راكم حابين ندير لكم فيديوهات، واش الموضوع اللي راكم حابين نعالجوه. نحبكم بزاف ومتاع لكم، يا ربي يا ربي يحفظكم ويحفظكم من الناس اللي راهي حابه الجهل في هذا المجتمع يزيد باش تمانيبيليهم كيما راهم حابه. كل ما يزيد نسبة الجهل في المجتمع تاعنا، وكل ما يزيد نسبة الكراهية، كل ما يكون سهل جدا انه اللي جاي يوجه هذاك المجتمع يلعب له بالمشاعر تاعه ويلعب له بافكاره ويتلاعب به كيما يحب. نحبكم ونموت عليكم، باي باي. صح انا هالدارة، وي وي شوفوا فكر بس تعالي انا هالدارة، راني رايحة، مع السلامة، تهلاو لي في روحكم. راني عاود وليت، سمحوا لي كاين حاجة مهمة سي باش نقولها، واللي هي للنساء تحديدا. شوفي حبيبتي، اذا كنتي انت مرأة تهدر فانا نهنيك، لانك راكي تحطي العائله تاعك واطفالك رقم واحد في حياتك، وراكي تخدمي حياتك كامله على اسعادهم وانك تخرجي منهم حاجه مليحه. بصح شهواله الا كنتي مرأة تهدر ما تروحيش تعايري النساء الخدامات، ولا تروحي تعايري المراه اللي راه عندها شخصيه وتحاول تخدم معاه. الا كنتي مرأة تهدر بصح لكن اذا كنتي مرأة تهدر هذا لا يعني انك تعايري مرأة واحدة اخرى وتقولي عليها عاهرة، لانه انتي كمرأة لازم عليك انك تشجعي اختك المرأة انها تقدم افضل ما لديها. فاهمة كيفاش؟ لازم عليك تشجعي المرأة، لازم احنا نسا لازم نشجع بعضنا، ما لازمش نكونوا عدوات لبعضنا. فاهمين كيفاش؟ الا كنتي انتي اختي وانتي المرأة وانتي اللي نظم اقرب الناس اللي تحسي بالضعف تاعي، تحسي باحتياجاتي، ديري كيما هكا. واش نقارع من الرجال؟ واش نقارع منهم؟
ونزيد الحاجه نصيحه لاختي اللي نسات على الدار، شوفي حبيبتي اذا كانت كاينه مرا خدامه تقدر تكون خدامه ومرا تاع الدار في نفس الوقت، فاهمه كيفاش؟ معناها مش قاش تقعدي تعايري في اختك، لانها هذيك انسانه راهي مرا كيفك وراهي دير جهد زوج خطرات، راهي مرا تاع الدار وفي نفس الوقت امراه اعمال، وفاهمه كيفاش؟ انا احكي على نفسي، انا مرا تاع الدار بامتياز، نقي دارنا نغسل ندير كل شيء، كسكس كل جمعة والله ندير بحاجب ندير كل شيء، بصح في نفس الوقت انا امرأة عمل عندي شركتي عندي ماركتي واقفة عليهم، فاهمة كيفاش؟ علاش راني نقول لك هاد الهضرة؟ مانيش نقولها لك حبا فيكي باسكو انا نبغيك وباسكو انا نشوفك اختي وباسكو انايا نحب انو النساء ونديرو يدينا في بعضنا باش نرتقوا في هاد المجتمع. المرأة تقد تكون امرأة اعمال ناجحة وتقد تكون ام ممتازة، تقد هذيك المرأة الاعمال يكون عندها اولاد تاعها قمة في الاخلاق قمة في التربية مجتهدة في الدراسة تاعها، وقد الزوج تاعها يكون اسعد زوج ترضي الزوجة تاعها وتخليه سعيد ويكونوا متفاهمين، فاهمين كيفاش؟ مش قاش نخلطوا في بعضنا، مش قاش هذا يقعد يعاير في هذا، ولا كنت مرأة خدامة تقعدي تعايري في المرأة تاع الدار، شوفوا المرأة خدامة اح وجيانا. شو تاني شفت منكم تعليقات سبحان الله، بار اكزومبل تقول لك المراه الخدامه تقول لك على المراه تاع الدار، هي ما نبغاش نقول هاد الصالح في القناه تاعي، عيب عيب تاني كي لو كنتي مراه خدامه تقولي هاد الصالح لاختك المراه تاع الدار، باسكو المراه تاع الدار عندها قيمتها والمراه تاع الدار راهي خرجت دكاتره واطارات في هذا المجتمع تاعنا، ما لازمش علينا مهما كنت الصفه تاعك مهما كنت الصفه تاعك ما لازمش نعايروا بعضنا، وانما لازم نديروا يد في يد ونشجعوا بعضنا. اوكي باسكو الا انا ما درتش اللي في يدك وما شجعناش بعضنا واش راك تقاري؟ شكون اللي غادي يجي يرفد لنا النيفو تاعنا؟ شكون البراني لي زاميريكا يجي يطلعوا لنا النيفو؟ شوفوا غير حنايا اللي نفهموا بعضنا، ويلا ولد البلاد ما رفدش خوه تا واحد غير اللي جاي يستغلك في الوقت اللي رانا فيه، كاع لونتوراج اللي راه حدانا راه باغي يستغلنا، ما كاينش واحد اللي جاي ويقول لك يا فلان روح تصاحب وي روح انا نروح ما قديتش انا هاد المواضيع انا ما قدش نحبس هضره فيهم والله، باسكو كاين الف حاجه وحاجه لازم عليا نقولها الله غالب. المهم في النهايه نقول لكم نحبكم، وصراحه هاد الهضره اللي نقول فيها ناتجه عن حب لكامل اطراف المجتمع، وحتى الرجال اللي راكم تشوفوا فيا دركا والله انا ما عندي حتى اي بغض من جهتكم، بالعكس يعني انا بويا راجلي راجل خويا راجل، نعرف قيمة معناها واش يكون الراجل، ممكن نقول راجل ما نجمش نحكي على اي واحد يلبس لك السروال يقول انا راجل صحيح، حتى حنايا رانا نلبس السروال فاهمين. والله نحبكم بزاف وصافي بليزير نشوفكم حاطين اليد في اليد وشجعوا بعضكم، سواء كنت راجل تشجع خوك وشجعوا بعضنا، مش مش راجل يشجع راجل يشجع امراه ومراه تشجع راجل، ومن بعد كي نشجعوا بعضنا علاش هذا الخوف؟ علاش هذا الخوف اللي رانا زارعينه في بيناتنا؟ روحي دي هي حبسي هذا الفيديو وروحي ديري لها مونتاج باسكو راكي تهضري بزاف صاي، انا نروح نحبكم ونساليكم باي باي. اي ما تنساش ديري لايك راني تعبت في هذا الفيديو، وما تنساش تبارطاجيه باش كامل الناس يستفادوا منه، باسكو المعلومات اللي قلتها بزاف ناس يحتاجوا يعرفوها، كاين بزاف ناس مراهقين وكاين بزاف ناس يحتاجوا يعرفوا هذه المعلومات. وحاجه واحده اخرى بارطاجيه به الناس، تجي تحت تكتب لي تعليقات تاعها، انا نهتم بالناس الواعيه جدا فاهمين، ما يهمنيش عدد المشاهدات قد ما يهمني النوعيه تاع المشاهد اللي راه يشوف فيا فاهمين كيفاش. او صافي هذا ما كان، ما تنساش ديري ثاني اشتراك في القناه تاعي هكا باش تشجعيني، نجي ندير لكم صالح شابين ونجي نشجعكم على باه تقولوا ما تنساش ديري لي ثاني اشتراك في القناه تاعي هكا باش تشجعيني باش نجي نشجعكم تقولوا الراي تاعكم وباش نطلعوا نيفو. وفين كنت ضحكه كي دايره ضحكتها يا ويلي على ضحكتي صايب بيت نهبل روحي، قلنا روحي دي هي روحي ديري المونتاج. باي باي.